هذا وتتواصل الحمله الوطنيه للتطعيم ضد فيروس كورونا بمملكه البحرين بوتيره متسارعه حيث اعلنت وزاره الصحه ان عدد حالات التطعيم بلغت حتى مساء امس الاحد مئة وثمانيه الاف وخمسه شخصا هذا وتوفر مملكه البحرين خمسه لقاحات بشكل اختياري ومجاني للمواطنين والمقيمين في الوقت الذي سيتم فيه استخدام ثلاثمائه الف جرعه اضافيه من التطعيم خلال شهر مارس الجاري وشددت وزاره الصحه على اهميه مبادره جميع افراد المجتمع للتسجيل لاخذ اللقاح بما يسهم في دعم الجهود المبذوله للتصدي للجائحه واكتساب مناعه مجتمعيه كافيه لمنع انتقال الفيروس